خلوني دلوقتي أستقبل اتصال تليفوني مع فنان كبير جدا أنا شخصيا بحبه قوي قوي قوي، كلنا بنحبه قوي قوي قوي، وكان ليه دور كبير جدا دكتور عزت أبو عوف في حياته وفي بداية مشواره. لو تسمحوا لي دلوقتي نقول ألو للنجم الكبير محمد فؤاد. ألو. ألو، ازيك؟ ازيك يا استاذ محمد وعامل ايه؟ وطبعا كان نفسي اكلمك في ظروف احسن من كده، ولكن انا عارفه ان دكتور عزت كان اب وكان اخ وكان حاله خاصه جدا للنجم عزت ابو النجم محمد فؤاد. مش هيغلى احلى خلقه عزت، راجل عهدناه وعرفناه راجل محترم وملاك ماشي على الارض بامانه. انا ما شفتش حد بالجمال ده، انسان طيب خلوق بيحب الناس كلها، عمره ما سمعته بيغلط في حد ولا بيغتاب حد ولا بيقول في حد انه وحش، كل الناس حلوه عنده، كل الحياه جميله. في عز ازماته وعز ما هو متضايق عمره ما يكشر في واحد شغال معاه ولا حد من فرقته ولا حد صحابه ولا، يعني كان حمول جدا جدا بأمانة. يعني مش عايز أقول لك، يعني أنا اتعلمت منه حاجات كتير جدا بعيدة عن الفن، يعني حاجات إنسانية. الراجل ده لمست فيه إنه عنده طولة بال غريبة الشكل، ولقيتها فعلا يعني على قد ما بتبقى متعبة إنما فعلا بتخلي في حب في غياب الإنسان. وفي هي في النهاية يا أستاذ محمد الدنيا مقلوبة عشانه، طبعا زعلان عشانه بصراحة. طبعا هو في النهاية البني آدم بيسيب سيرة حلوة، وهي سيرته ما شاء الله. يعني الوقت اللي فات ده كله، الأيام اللي فاتت دي كلها، كان في نعي كتير كتير جدا على كل تواصل اجتماعي، على كل وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستجرام، يعني كانت كل الناس بتنزل صوره وبتنعيه. مصر كلها، مصر كلها، أي حد شاف عزة أبو عوف في الوطن العربي حب عزت أبو عوف وحب أخلاق عزت أبو عوف وأدبه ورقيه قبل ما يحبه كفنان. الإنسان مننا ما هو إلا يعني رسالة أخلاق قبل ما يكون أي حاجة تانية. مزبوط. لازم يكون وهو بين الناس، الناس بتشوفه بشكل محبب ليهم غير مقزز ليهم أو يضايقهم بأي شيء. عايز تبعوف انا عمري ما شفته في اي وضع يضايق. الراجل طيب وابن ناس طيبين، صح. ومش ان يعني كانوا زكية عند ربنا، ربنا يعني رحيم وهيكرمه ما يغلاش على اللي خلقه في الجنة ونعيمها ان شاء الله. ان شاء الله. يعني اول مقابلة بينكو خالص يا استاذ محمد قال لك ايه؟ يعني عايز تبعوف لو قعدت احكي فيها احكي فيه كتير جدا جدا يا انجي. يعني نصحك بايه في الاول خالص؟ لان انت بدايه مشوارك كانت معاه. والله انا مش عايز اقول لك، انا في اسماعيليه رايح جاي لما جينا نعيد اللحظات بتاعه تعارفي بالدكتور عزت، انا اخفيت حاجات يعني بطلب من عزت، خدت بالك؟ فعلا. الله يرحمه. ان الحاجات دي لو ظهرت هتبقى يعني انا عارف انها هتضايق عزت، ولكن وانا احترمت ان هو مش عايز يبينها، لان عزت اتعامل معايا زي حد من اخواتي بجد، يعني اللي هو مش عايز اقول لك اول ساعه حلوه البسها في حياتي كان عزت ابو عوف اللي جايبها لي. ياي. خد بالك في اول لقاء انا مش لا بصي وانت ابن بلد واصيل يا محمد انت عزت، والله العظيم ثلاثه ما هعرف اكمل كلامي. خد بالك عزت أبو عوف انسان محترم محترم، انا مش هقول اكتر من يا رب ارحمه بحق جاه النبي ارحمه واسكنه فسيح جناتك، بس انا بحبه جدا جدا. الراجل ده اخويا مش كلام تاني. الباقية في حياتك، وأنا عارفة أنه هو ليه مكانة خاصة جدا جدا عند النجم الكبير محمد فؤاد. أنا بشكرك طبعا أن أنت قدرت أنك تعمل المداخلة دي، وأنت غالي علينا كلنا، ابن بلد والجميل محمد فؤاد. بجد إحنا بننعيك نعي خاص جدا، لأن أنتوا هو أنا عارفة هو بالنسبة لك كان بيمثل حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ومشوار طويل ورحلة طويلة من البداية لغاية آخر يوم في حياته. لغاية آخر يوم في حياتنا نفضل نفتكره بالخير، وراجل خيره عليا وعلى
كل اللي اشتغلوا معايا يعني، راجل جميل. بشكرك جدا جدا يا أستاذ محمد، ونورتنا بالمداخلة دي. والبقية في حياة حضرتك، البقية في حياة حضرتك. شكرا، شكرا.